طب انا رايح سافر. خير لو انا مسافر شهر عسل. غالب شو عم تحكي؟ ميس، انا بحب وحده ثانيه واليوم عرسنا. بس انت من يومين كنت عم تقلي. من يومين قلت لي، وبعد يومين رح اقول لك، وبعد 100 سنه رح اقول لك. علاقتنا انا وياك انتهت، نقطه انتهى. انت صرتي ماضي، رح اتمك كل عمرك جاريه جاريه وبس. غالب بترجعك. لا 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 تترجيني ولا شيء، الله يخليكي. اصلا انا مخليكي عندي مشان يمشي شغلي مع خالي، والشغلة الثانية مشان هالطفل اللي ببطنك، إن كان بنت أو صبي، بس يكبر ما يقولوا له أمك كيف كانت. اسألي مين؟ خلص بلا يا بلغ العظا، شو بدك تسألي؟ خلص والله الموضوع سخيف بلا من شرفك احكي، بزعل منك لو احياء غالب بزعل. ممكن تتجوز على اي مرة ثانية؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عن جد انك غليظة وبايخة وانا ماشي؟ لا لا غالب معقولة؟ الواحد كم احساس عنده؟ كم قلب؟ عندي قلب واحد، القلب الك ملكك. خلص خلص شو بك انبحتت؟ عم اسألك هيك لأنه ما خطر ببالي اسألها، يعني بعدين انت بحق لها تتجوز مرة واثنين وثلاثة. اي لا بقى ولو عن جد عن جد زودتيها، لك معقول تفكري بهالمنطقة انت ب 2016؟ عم تضحكي كمان؟ اي انا كثير مبسوطة لأنه هلا وصلني حقي، متأكد انت شو انت بتحكي. عن جد عن جد ميس بزعل منك، زدت امزح هيك بس، ولا تحكي لي هيك قصص بايخة الله يخليك. حباك. لا ما بتحبيني. هلا هيك؟ شفتي شلون بصير بالثاني لما يمزح الاولاني مع الثاني؟ الله لا يحرمني منك. موت فيك. والله ما أزيدك. ضغطك مرتفع، ضغطك عالي، بدي اياكي ترتاحي وتخففي حركه مشان ما يجي المولد بالشهر السابع. ان شاء الله دكتور. في شيء مضايقك نفسيا؟ الحمد لله ما في شيء مريحني نفسيا. بس هيك ما بيصير، لانه ممكن تتاذى الطفله لا سمح الله،
فلازم تضلي مروقة حتى لو بدك تشتري الرواق مشترى. اشتري. يا ريت يا دكتورة تدليني على شي محل واحد يشتري من الرواق، فورا بشتري.